وفي الولايات المتحدة قررت شركة مايكروسوفت استثمار 3 مليارات و400 مليون دولار في ألمانيا في الفترة الممتدة بين عامي 2024 و2025 مع التركيز على الذكاء الاصطناعي. وقال رئيس الشركة براد سميث، قال إن الشركة ستنفق على إنشاء مراكز البيانات وتدريب الأشخاص على الذكاء الصناعي في عامي 2024 و2025، ويعد ذلك أكبر استثمار لشركة مايكروسوفت في ألمانيا خلال الأعوام الأربعين الماضية.